النهارده هنبدا فحص الكاروتيد. اول ما تبدا فحص الكاروتيد ده هتمسك البروب وتحط تي اس تي اس عند رقبه العيان كده. ده اول حركه خالص. ايه بقى اللي يظهر عندك في الشاشه؟ بص كده المنظر، يظهر عندك الكاروتيد ارضي ويظهر عندك جنبه الجاجولار فين. حاول ما تخليش الجاجولار فين مقفول على طول كده، يعني شاف الجاجولار فين هو اللي بيتقفل ده، حاول ما تخلوش مقفول على طول عشان ما تتعبش العيان، فحاول تخليه مفتوح كده ونبدا ايه ناسس المنظر. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هنمشي بي مود، هنشوف حاجات بالبي مود، هنشوف حاجات بالكلر مود، هنشوف حاجات بالبلس ويف مود. يبقى لازم نعرف نظبط البي مود ازاي، الكلر مود ازاي، البلس ويف ازاي. طيب بص عندك كده على الجهاز، بص عندك كده على الجهاز تحت في الكيبورد بتاعته هتلاقي ثلاث حاجات، زرار اسمه بي مود، زرار اسمه كلر، زرار اسمه بلس ويف. دول الثلاثه اللي هنستخدمهم، البي مود والكلر والبلس ويف. طيب هنستخدمهم ازاي بقى؟ نبدا واحده واحده. البي مود ده اللي هو زرار اللي هو اوريدي اكتيفيتد، هنشتغل عليه في ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها البرايتنس بتاع الصوره. بص كده على الصوره بتاعت الشاشه، بص كده على الصوره، انا كده بزود البرايتنس. بص لاحظ هنا في زرار اسمه جي، وصلنا لغايه 100 في الجي ده. بص هننزل كده تاني وصلنا لغايه 30. بص الصوره حصل فيها ايه؟ يبقى الصوره ممكن اوصلها ل 100 وممكن اطفيها خالص كده. ازاي بعمل البرايتنس ده؟ بص كده على الكيبورد اللي هو عن طريق زرار البي مود ده، بلفه يمينا ويسارا، كل ما الفه يمينا ويسارا الموضوع بيتغير. نرجع تاني نبص على الشاشه، يبقى احنا هنا عايزين يا اما ما نخليش الموضوع ل 100 كده او كده، بس نظبطه شويه كده ماشي المنظر كده الى حد ما شايف الصوره كويس. يبقى ده اول زرار اسمه البرايتنس اوفر اول برايتنس. تاني زرار بيتحكم بالبرايتنس، احنا خلي بالك البي مود، معلش نسينا نقول ان هنستخدم كلمه باتر، بي دي ار. البي البرايتنس، البرايتنس استخدمنا الاوفر اول جيم. تاني زرار بنستخدمه اسمه تي جي سي، زرار اسمه تي جي سي موجود على الشاشه وبيتحكم برضه في البرايتنس. ده بيعمل ايه؟ بص كده في عندك هنا علامه بتبان كبيره وصغيره، يعني شايفها العلامه دي الخط الابيض اللي فوق ده، العلامه دي. طيب بص كده على الشاشه بقى، بص كده على الشاشه في زرار هرسل لك عليه السهم، في زرار بيبان اهو كده على جنب، ايوه اللي هو عامله السهم ده. بص ده بيتغير، بص بيتغير على اساس ايه؟ ان انت بتغير التي جي سي. بص كده، بص دلوقتي، بص انا دلوقتي وديتهم كلهم فين؟ دلوقتي وديتهم كلهم ناحيه الضعيفه، ناحيه الضعيفه. بص هعمل ايه كده؟ بص هعمل هختار واحده بس او اثنين واخليهم بيت. بص حصل ايه في الصوره؟ اختار الحته، بص انا هلعب فيهم تاني اهو، اهو دول الاثنين هخليهم بيت. اختار الحته دي بس من الصوره اللي خلاها بيضاء، ماشي؟ يعني ده نقدر نقول عليه زرار البرايتنس بس كل حته في الصوره لوحدها. بص انا اخترت اللي فوق دلوقتي اهو، اخترت مثلا تاني واحده وحتى بيجيب لك علامه عليها، ماشي؟ تاني واحده تبص على السيرويد جلاند هتلاقي نصها الفوقاني ابيض ونصها التحتاني اسمر. بص انا بدوس على هنا زرار رقم ثلاثه، ده رقم ثلاثه. بص بقى على الشاشه تاني رقم ثلاثه ده، بص فهو بيتحكم في الجزء ده في الصوره. طيب احسن وضع اعمله ايه؟ بص احسن وضع تعمله بالشكل الاتي، تخلي الصوره عندك اللي فوق ناحيه الضعيف واللي تحت ناحيه القوي، ماشي؟ ده احسن وضع تظبط عليه في التي جي سي. يبقى ده اول زرار اسمه البي مود، تاني زرار اسمه التي جي سي، تالت زرار اسمه الدايناميك رينج، تالت زرار اسمه الدايناميك رينج، معلش احنا كده هنقفل بس الكاروتك، تالت زرار اسمه الدايناميك رينج. بنجيبهم منين؟ اهو بص تلاقيه على الشاشه مكتوب دايناميك رينج. الدايناميك رينج هنا عندي 120، انا طبعا بكترها وبقللها زي ما انا عايز. طب بتفرق ازاي؟ بص بقى على الصوره كده، بص على الصوره كده، بص شايف المصري مثلا؟ لو انا زودت تي جي الدايناميك رينج، بص المصري، بص المصري الاسترن الاسفلت مصري بقت عامله ازاي؟ بقى لونها رمادي، بقى لونها رمادي، والثيرويد رمادي وهكذا. بص بقى لما اقللها بلاقي تسود والثيرويد ابيض، فرق تسود يعني كان عمل فرق بينهم. يبقى دي اسمها درجات الرمادي، انا عايز الصوره تبقى ابيض واسود زي كده، الثيرويد بيضاء والمصل سودة، ولا عايزها تبقى كده الثيرويد رمادي والمصل رمادي. طب انا بحتاج ايه؟ لا انا احتاج اظبطها اخليها متوسطه بحيث يبقى بان عندي المنظر كويس. ولما اجي مثلا اقيس الانترميديال ثيكنس، كل ما مثلا اقل التايم دايناميك رينج بيبان لي الانف ما بيضب
ويبان المكرك بين السواد بتاع اليومن والاندو. بص لما عليها قوي ما تبانش قوي. بص كده هعمل لك زوم كده عشان اشوف قصدي ايه. بص هنا ادي قللت ده كده، بس كل ما بقلل بيبان البياض بتلمع، الانت ما بتلمع البياض بتاعها كده، لكن كل ما كترها بتخش في درجات الرمادي يمكن ما تعرفش تفرقها بالبس. يبقى دول ثلاث زراير اتحكم فيهم في البرايتنس بتاع الصوره، الاوفر اول برايتنس والتي جي سي والدايناميك ريج. ثاني ثلاث زراير بتحكم فيهم في الدبس، زرار هتلاقيهم زرارين جنب بعض كده، زرار اسمه دبس وزرار اسمه زوم. دبس وزوم. بص كده لما بلعب فيهم بيحصل ايه؟ بص منظر زي ده كده، انا قلت له خلي لي الصوره من اولها لاخرها، من اول السكين فوق لغايه تحت حوالي 10.5 سم. في غير الكاروتيد على بعد من السكين حوالي 1.5 سم. طب انا ليه كل ده؟ مش محتاج كل اللي تحت ده. طيب ممكن اعمل كده؟ لا كده بقت زرع من الزوم. طب الحل ايه؟ ماشي السكين الكاروتيد حته تحتيه كده بس كده 2 3 سم في الشاشه من اولها لاخرها، واخده من عمق في الجسم 2 3 سم ده كده كويس. يبقى ده كده زرار الدبس. في زرار جنبه اسمه زرار زوم. زرار الزوم ده بيتحكم انا بدخل جوه الكاروتيد ولا بطلع بره خالص وابقى بعيد. هل انت عايز تبقى كده؟ انت كده جوه البيون. لا انا مش عايز، ولا عايز ابقى كده، ولا عايز ابقى كده، ولا عايز ابقى بعيد خالص. انما مثلا اما اجي اقيس الجنوب احاول اقرب منها شويه عشان اعرف اقيس. بس عايز اقيس الجنوب اهو، احاول اقرب منها شويه عشان اعرف اقيس. ماشي؟ لا لا ابقى جوه قوي كده ولا ابقى بعيد قوي. يبقى ده تاني زرار. يبقى دول زرارين جنب بعض اسمهم الدف والزوم. في زرار كمان، في زرار كمان اسمه اكستندد فيلد اوف فيو. فين هو على الشاشه؟ اهو اكستندد فيلد اوف فيو. ده بيقول لك اللي هو زرار رقم واحد ده في الكيبورد، اللي هو اول زرار في الكيبورد. طيب لو انا كتبته، لو انا خليته اون، حصل ايه في الشاشه؟ بص كده خليك مركز على مدار الشاشه. انا اوف اون اوف اون. بص الجزء اللي تحتاني من الشاشه بيحصل فيه ايه؟ بيوسع او بيضيق. طب ده بيفيدني في ايه؟ مثلا انا عندي الكاروتيد اهو، لو عملت اون، لو عملت اون وخليته واسع شويه ممكن يجيب لي صوره اعرق شويه، لو عملت اوف هيجيب لي صوره اقل شويه. طيب ده ثلاث زراير بتتحكم في الدبس. يبقى البي مود اتحكمنا فيه كلمه بدر، بي برايتنس اتحكمنا في بي مود، تي جي سي والدايناميك رينج، الدي ديستنس اتحكمنا في الدبس والزوم والدبس والزوم والاكستندد فيلد فيو او تربزويد فيو. ثالث حاجه الريزوليوشن. الريزوليوشن عندي زرار الفريكونسي اللي هو ده اللي هو بتحكم فيه كده. كل ما عالي الفريكونسي المفروض ان الصوره بتبقى اوضح، كل ما عالي الفريكونسي او اقللها انت بتختار الصوره عايزها ازاي. يبقى فريكونسي. الحاجه الثانيه الزرار اللي جنبه على طول اسمه فوكس بوزيشن، اللي هو المثلث الابيض اللي على الشاشه ده، المثلث الابيض اللي على الشاشه ده. الاحسن ايه؟ الاحسن ده تبقى فوق خالص كده ولا تبقى تحت خالص كده عند الحاجه اللي انا عايز اقيسها. يعني انا عايز اقيس الانتما ميديال سيكونس مثلا اهو كده، اخليها عندها، اخليها عندها تحتيها بسنه ماشي، لكن ما اخليهاش فوق خالص ولا اخليها تحت خالص، خليها عندها. ده الزرار الثاني. طبعا كل ما الاجهزه تبقى اقوى كل ما التغييرات دي بتبان احسن، التغييرات دي بتبان احسن في الايه؟ في الجهاز. طيب يبقى ده اول زرار فريكونسي، ثاني زرار الفوكس بوزيشن، ثالث زرار بيبقى اسمه تيشو هرمونيك ايمجن بعض الاجهزه خليه اكتف على طول. تمام؟ دول كده البيمو. طيب ده بالنسبه لتظبيط الجهاز. ظبطنا الجهاز وخلينا الدايناميك رينج بتاعنا مظبوط كده، وبقينا شايفين الصوره كويس، والبرايتنس بتاعنا ظبطناه، وبقينا شايفين الصوره والزوم وكل حاجه. طيب نشتغل ازاي بقى في البيمو بالنسبه للكاروتيد؟ بص انا حطيت اهو، تاني بص على العيان، انا حطيت البروب كده، هنزل تحت كده وهطلع فوق كده. تمام كده؟ يبقى انا حطيت البروب في النص عند الثيرويد، هنزل تحت وهطلع فوق. طب ليه هنزل تحت وهطلع فوق؟ هنشوف على الشاشه بقى دلوقتي. لما بنزل تحت، لما بنزل تحت، لما بنزل تحت على الرايت سايد، لما بنزل تحت على الرايت سايد، الكاروتيد بيقابل مين؟ بيقابل السبكليديان. عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا انونيت ارتري اهو ده. يبقى ده المونومنت او بريكوكفاليك ارتري، قابل بعد كده اتقسم، هيتقسم لتو ارتريز اهو في الصوره، الارتري ده والارتري ده. ماشي؟ ده الكاروتيد وده السبكليديان. تمام كده؟ هطلع معاه لفوق، هطلع معاه. طب وانا بطلع لفوق هيحصل ايه؟ هيتقسم
اسم لايه؟ طبعا ده اناتومي لازم تبقى حافظينه، هات اسم لحاجتين للكاروتيد الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. طب انا اعرف الفرق بينهم ازاي؟ بالبي نوت. بص كده امشي معاهم شويه وشوف هل حد فيهم بيطلع برانش ولا لا. تعال نشوف كده بالراحه، امشي امشي امشي، ادي ادي ايه اتقسم ماشي. طب هل في واحد فيهم بيطلع برانش؟ بص كده بص كده طالع لفوق، ده طالع منه برانش، يبقى موستلي ده الاكسترنال كاروتيد. طيب هل فيهم واحد اكبر من الثاني شويه؟ اه اللي بره ده اكبر، يبقى ده موستلي الانترنال كاروتيد. يبقى الاكسترنال كاروتيد هو اللي بيطلع برانش اهو، في برانش طالع من تحت، برانش طالع من هنا ماشي اهو، ده برانش اللي طالع منه ماشي. الانترنال كاروتيد موستلي اكبر، الانترنال كاروتيد ساعات بيبقى موستير ماشي. يبقى دول ثلاث يبقى دي حاجتين هعملهم بالبيلون اول ما اشتغل، ان انا بشوف حاجه اسمها اول حاجه خالص حاجه اسمها النورفولوجي، ان انا اشوف هل فعلا بادئ من البريك الفاليك ولا بادئ في انوملي كامل، لان ساعات في انوملي بتحصل. الحاجه الثانيه بيتقسم للانترنال والاكسترنال كاروتيد ولا لا، ومين فيهم تقريبا الاكسترنال ومين فيهم الانترنال، ده كل ده بالبي مود ماشي. بعدين ده كده بالبي مود، بعدين بعمل ايه؟ بعمل اي دي ال اس. يعني ايه بعمل اي دي ال اس؟ بص كده على الشاشه اهو بص على البيشنت، بعمل ايدي كده، بعمل ايدي كده تبقى ال اس. بص بقى على الشاشه حصل ايه في البيزل اهو، هنقل تاني ايدي من تي اس ل ال اس، حصل ايه؟ البيزل اتفرد قدامي، هطلع معاه. ساعات ما اعرفش اجيب التقسيمه اللي هي موجوده في الكتب اللي هم التو بيزلز جنب بعض، ساعات ما اعرفش اجيبها، بس انا مش عايز كده دلوقتي. احنا شفنا المورفولوجي بتاعنا خلاص ماشي، عايزك تشوف بس الفيرتبرال ارتري، ده واحد من الحاجات المهمه قوي اللي عايزك تتعود تجيبها. طب انا هجيبه ازاي؟ تاني انا تي اس، هنقل اي دي ال اس واخلي ايدي تبص لبره، هنقل اي دي تي اس ال اس واخلي ايدي تبص لبره. بص كده على الشاشه، انا جبت الكاروتيد اهو ماشي، تحتيه في حاجات بيضاء، تحتيه في حاجات بيضاء، الحاجات اللي بيضاء دي الفيرتبرا السيرفايكال فيرتبرا البادي بتاعها. طيب لو انا جبت ايدي لبره كده شويه، هلاقي بيزل اهو عملاقه ده ماشي وسط بون عامله شادو وراها، عامله شادو وراها. تبقى البون دي ايه؟ تبقى دي الترانسفيرس بروسيسز بتاعت الفرتبرا بتاعت السيرفايكال، وده الفرتبرا الارتري، كل ده انت جاي. طيب همشي معاه كده، انا بنزل لتحت، خلي بالك انا بنزل لتحت بنزل لتحت بنزل لتحت اهو. بص الفرتبرا، الفرتبرا داخل هنا، الفرتبرا الارتري داخل هنا تحت ورا اول واحده دي، يبقى دي سي 6. يبقى انا لو كتبت كده يبقى دي سي 6 تمام كده؟ سي 6 ماشي؟ يبقى دي الترانسفيرس بروسيس بتاعت سي 7 سي 6 سوري. وهطلع معاه لفوق، هطلع انا عمال انزل لتحت، خلي بالك بص كده، بص على ايدي، انا عمال انزل لتحت، انا كنت فوق بعدين عمال انزل لتحت سنه سنه. بص بقى على الشاشه ماشي اهو اهو، همشي معاه هلاقيه طالع من هنا. مين هنا ده اللي بيطلعه؟ ده السبكليبيون اهو، ده السبكليبيون هو ده، فاكر السبكليبيون اللي هو كان اتحد مع الترابيز، يبقى الكاروتيد كان اتحد مع السبكليبيون، والسبكليبيون هو اللي اداني البرانش العظيم اللي اسمه الفرتبرال ارتري اهو، ده البرانش العظيم اللي اسمه فرتبرال، جبته من اول السبكليبيون. يبقى الصوره دي لازم تتعود عليها ولازم تتعود تجيبها، الصوره دي لازم تتعود تجيبها، الفرتبرال وهو طالع من السبكليبيون ارتري. ابتدى ازاي؟ تاني تي اس على تي اس على الكاروتيد، وبعدين ال اس على الكاروتيد، بعدين انا جبت ايدي لبره، رجلت ايدي لبره لغايه ما جبت ال ايه الفرتبرال ارتري. بص كده على الشاشه تاني، الفرتبرال ارتري نزلت عمال انزل بايدي، انزل لتحت، ادي الفرتبرال ارتري ماشي لغايه ما دخل السب كليبيان ارتري. هتاكد منين السب كليبيان؟ همشي معاه كده تي اس، طالع منه الكاروتيد لفوق، السب كليبيان لتحت، وده بريك. يبقى ده كده اللي هو الفيرتبرال ارتري، انا كده كل ده جبته بالدي مود، الحاجه اسمها المورفولوجي الاول، وبعدين هطلع معاك فوق على قد ما اقدر. طيب هطلع معاك فوق لغايه على قد ما اقدر وابص عليه. طيب كده ده ايه اسم المورفولوجي؟ شفت البي نود، شفت الكاروتيد، وشفت الجاجولر، وشفت الفيرتبرال ارتري، وعرفت اظبط البي نود ازاي. تاني حاجه في البي نود ان انا اشوف الانتما، الانتما ودي بشوفها فين؟ بشوفها قبل البايكوركيشن، قبل اسمه الكاروتيد اسمها الانتيريور اهي. اجيب طب الانتيريور وول ولا البوستيريور وول؟ بص الانتيريور وول هتحس ان في شادو هنا كتير، دي اسمها ايه؟ ريبربيشن ارتفاكت، او دي اسمها ارتفاكتات بتحصل
ماشي اتش اكتر، لكن انا هتعمل ايه؟ هروح البوستيريور وول. طيب هعمل ايه في البوستيريور وول ده؟ هبدا اظبط عرضي كلها عليه، ابدا اعمل زوم للصوره شويه واخلي الفوكس تبص عليه واثبت ايدي، هتلاقي مكون خط ابيض وبعدين خط غامق وبعدين خط ابيض. عايز تعمل كمان زوم كمان زوم كمان كده انت شايفه كويس قوي، يبقى دي الانترال ميديال ثيكنس ماشي كده. ده تاني حاجه هعملها بالديمود، كل ده عرفته بالديمود. طيب معلش استاذنك يا فندم دلوقتي، بص كده الناحيه الثانيه. طيب بص بقى، لو انا حطيت ديمود على الناحيه الثانيه هل نفس الحاجه هلاقيها؟ بص كده على الشاشه، هنزل مع القنابل، هنزل تحت، هنزل مش هلاقيه قابل سبكليبيوم، مش هلاقيه قابل سبكليبيوم. ليه مش هلاقيه بيروح للسبكليبيوم زي الثاني؟ لان الاورجن بتاعه بتاع الليفت سايد بيطلع من الكاروتيد ارش او الاورتيك ارش، مش بيطلع من السبكليبيوم. لكن لو طلعت معاه لفوق هلاقيه بيتقسم عادي زي الثاني، واحد نصف بوستيريور ده الانترنال كاروتيد، اكبر انترنال كاروتيد، لاترال انترنال كاروتيد، واحد بيطلع برانشات ده الاكسترنال كاروتيد. تمام؟ طيب وبرده نفس القصه، هعمل اي دي ال اس وانجل ادي اللي تحت دي. وين هنفتكر بقى دي الفيرتبرال بادي، هطلع ايدي لبره شويه لبره شويه لبره شويه لغايه ما اجيب برده الدبس بقى، لغايه ما اجيب الايه اهو اللي ماشي ده، ده اللي ماشي ده، ده الفيرتبرال ارتري. كل ده بيديني برده ارجع مع الفيرتبرال ارتري لتحت 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 لغايه ما اجيب طالع للسبكليبيوم. نرجع عشان احتاج تاني. طيب دي اول كده، يبقى البي من شفت بيه المورفولوجي، شفت بيه الانتمال ثيكنس، اخر حاجه بنشوف فيه لو في ستينوز او بليك، ده هنشرحه في المحاضره. طيب دي اول حاجه، ثاني حاجه بنعمل ايه؟ بنحط كلر اللي هو الزرار ده على الجهاز، اللي هو بص كده على الكيبورد، اللي هو على الكيبورد كده اللي هو ده، ده زرار الكلر. وانس ان انا اكتفت الكلر بيطلع لي دي، بص بقى على الصوره، وانس ان اكتفت الكلر بيطلع لي دي اسمها ايه؟ اسمها الكلر بوكس، اسمها الكلر بوكس. طيب الكلر بوكس دي لازم اظبطها على اللي انا عايزه بالظبط. طيب دايما خليني متفق معاك على حاجه، فحص الكاروتيد دايما فحص ترانسفيرس، بحب اشتغل ترانسفيرس اكتر ما اشتغل ايه؟ ال اس. طيب بص كده، لو انا وجهت الجروب ناحيه تحت كده، وادي الهارت، الهارت يطلع الدم، الدم ماشي رايح البرين، الدم كده جاي يخبط في الجروب ولا لا؟ جاي يخبط في الجروب. طب بص كده كوردنج الكلر مات، كوردنج الكلر مات بتاعتك، الدم كده جاي يخبط في الجروب صح؟ لان الكلر مات الاحمر ناحيه فوق، يبقى الدم جاي ناحيتي. يبقى انا لو انا واقف كده زود السكيل، زود السرعه بتاعتك شويه، بص كده انا كده الدم كده ايه؟ زود السرعه تاني مش مشكله. يبقى انا خليها سنين، يبقى انا كده الدم جاي ناحيتي، تمام كده؟ طيب لو انجلت ايدي العكس، لو انجلت ايدي العكس خليت ايدي تبص لفوق، تبص لفوق، يبقى الدم ماشي من عند الكاروتيد رايح ناحيه البرين. تمام؟ لو انا انجلت ايدي كده تلاقي لونه بقى لونه ايه؟ ازرق. ليه؟ لان الازرق ماشي بعيد عني. الازرق كله الكلر مات ماشي بعيد عني. يبقى انا بعيني كده عرفت. طيب هل ممكن اشوف الكاروتيد بنفس القصه؟ اه. كبر كده الدنيا شويه. ماشي كبر كده الدنيا شويه. وبص كده هل تعرف تجيب الكاروتيد بنفس القصه؟ ماشي. طب انت مش عارف تجيب تي اس؟ ها نجيبه ال اس زي ما احنا. بس المره دي بقى هنعمل ستير. هنعمل ستير عشان كان القصه اللي قلنا عليها. ماشي عملنا ستير اهو. حلو. اللي حصل دلوقتي ان انا عندي الكلر بين عالي، هقلله شويه. طيب الكلر هنا مديني احمر، لازم حتما ولا بد الفرتبرال يديني احمر. حتما ولا بد الفرتبرال يديني احمر. طب انا مش شايف كلر، ليه الفرتبرال حلو؟ لان السرعات في الكاروتيد اعلى، فهنزل بالسرعه بتاعتي شويه هنتكلم عليها دلوقتي. ماشي؟ بدا الفرتبرال يديني احمر زيه زي الكاروتيد. ادي الاحمر فيرتبرال وعكس الفيرتبرال بين، يبقى كده ده الكلام الصحيح مليون في المية. يبقى الدم كده ماشي في اتجاهه صحيح تماما. يبقى الدم في الفيرتبرال لونه احمر، وفي الكاروتيد لونه احمر، في الفيرتبرال بين لونه ازرق. ماشي الفيرتبرال بين لونه ازرق اللي هو فوق الاحمر. تمام كده؟ طيب يبقى دي ايه؟ دي اول حاجه برضه هشوف المورفولوجي، برضه هعمل ايه؟ هطلع 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 لغايه ما يتقسم. وبعيني كده بقى وهو بعد ما يتقسم حتى معلش كده مش ايوه كده هبدا اشوف بعد ما يتقسم ماشي مين فيهم الانترنال ومين فيهم الاكسترنال. طب دي هعرف اشوفها بعيني. بص كده في واحد فيهم اسرع من الثاني، شيء طبيعي ان اسرع الانترنال. بص كده ثاني في واحد فيهم بيودي الدم في السيستول
السيستول كتير وفي الدايستول كتير، في واحد فيهم بيودي الدم في الدايستول قليل، بص كده في واحد فيهم بيودي الدم في الدايستول قليل، اللي انا عايز يودي الدم اثناء الدايستول كتير اكيد هو الفيرتبرال سوري الانترنال كاروتيد ارتري، انا عايز يودي الدم للبرين كتير على طول في السيستول وفي الدايستول. تمام؟ طب يبقى هنا كده برضه متقسمه من الانترنال والاكسترنال كاروتيد، وبرضه في واحد احاول اطلع منه البرانشات بتاعته اللي بتطلع منه اللي هو برضه الاكسترنال كاروتيد. تمام كده؟ يبقى انا كده عرفت مين الانترنال ومين الاكسترنال، وعرفت الدايركشن اوف فلو، عرفت الدايركشن اوف فلو. طيب ايه اللي بظبطه اثناء ما انا شغال بالكلار مود؟ ثلاث حاجات اربع حاجات، اول حاجه الستير اللي قلنا عليه اللي هو البوكس ده، بص في زرار اسمه ستير اهو اللي هو رقم واحد على الكيبورد اهو، هنقله كده بص كده بقى على الشاشه او هنعمله كده اكوردنج كده. طبعا لو انت نازل كده هتطلع صوره سيئه جدا، ليه؟ الالترا ساوند ويف نازله عندك كده والدم ماشي عندك كده، فبالتالي زاويه بينهم 90 فهتلاقي ازرق على احمر. امال انا اعمل ايه؟ اظبط الستير بتاعي اخليه عامل كده، هنا بدا يبان لي اللون بتاعي كويس لحد ما احمر، صح؟ بدا يبان اللون بتاعي احمر، يبقى ده اسمه الكلر ستير. تاني حاجه بظبطها الفلوستي، لما الاقي الفلوستي كده الفلوستي عندي هنا كام دلوقتي؟ 15. الفلوستي عندي 15. طيب انا بعمل ايه؟ بروح لزرار اسمه سكيل او اسمه فلوستي او اسمه بي ار اف في بعض الاجهزه اللي هو رقم 4 هنا، وابدا اعليه. بص بقى لما بيعلى، بص بقى الصوره على بص الصوره على الشاشه بدات تتغير، هعليه تاني هعليه تاني اهو، بدا الشريان عندي يبان احمر فاتح جوه واحمر غامق بره، كده الصوره عندي صحيحه تماما. يبقى اول زرار المستير، ثاني زرار الكلر فيلوستي، ثالث زرار اسمه كلر جيم اللي هو من زرار الكلر نفسه هحركه يمينا ويسارا. بص كده لما انا اعمل كده، بص في عندك هنا حاجه اسمها كلر الجيم بتاعه خليته 100، فبص كده هتلاقي الشاشه كلها عندك عماله تعمل الوان. بص برضو الكلر هنا، بص الكلر جيم هيتغير اهو، انا عمال اقلله دلوقتي ممكن اخليه زيرو. في حاجه واخده الوان؟ لا، مع ان البيزل بيتنسيق قدام عيني كويس جدا. طب الحل؟ هبدا اعلى 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 بيه، تمام؟ لغايه اول ما يطلع بره البيزل، اول ما يطلع بره البيزل كده بدات الوان تطلع بره، اقوم نازل سنه بسيطه، او نازل سنه بسيطه، هو ده اسمه الكلام. طيب امال ايه الفيلوستي بيعمل ايه؟ تاني اهو الفيلوستي لو قللته، خلي بالك مهما قللوا الكلر جوه البوكس جوه البيزل، بس الفيلوستي مهما قللوا الكلر جوه البوكس بس، حاصل ليزنج بس جوه البيزل بس، ما فيش حاجه بره. طب اعمل ايه؟ ابدا اعليه 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 لغايه ما يبان عندي، ما يبان عندي الاحمر الغامق جوه، الاحمر فاتح جوه، الاحمر الغامق بره. ابدا اعلي كمان اعلي تمام، لسه برضه محتاج اعلي اكتر. تمام، بدا يبقى عندي ايه؟ المنظر الطبيعي بتاعي خالص. طيب يبقى ده كده، يبقى كده ظبطنا الستير، ظبطنا الفيلوستي، ظبطنا الكلر جيم. اخر زرار اسمه انفيرت، بيبقى موجود في بعض الاجهزه في حتت مختلفه في الاجهزه، او عندنا هنا الزرار ده، الزرار ده عندنا هنا موجود هنا اللي هو زرار واحد. بص بص بقى على الشاشه، انا بكتبه الاحمر يبان لي ازرق والازرق يبان لي احمر، ليه؟ لان الكلر ماب بتعكس. بص كده تاني الكلر ماب عماله تعكس. طيب دول اربع زراير بتحكم فيهم في الكلر. نخش على اخر حاجه البالسد ويف، البالسد ويف ماشي؟ البالسد ويف احط الكلر اهو واعمل له غير عشان يجيبه احمر زي ما احنا متعودين اهو، واشغل البالسد ويف اللي هو الزرار ده، ادوس على الزرار ده اللي هو البالسد ويف، يطلع لي حاجه قدامك اهي، حاجه بتتحرك اهي الحاجه دي ماشي، فيها علامه يساوي كده اللي هم دول ماشي. علامه يساوي دي مكتوب هنا حاجه اسمها سامبل فوليوم، سامبل فوليوم اللي هو 2 مللي. انا الصح بتاعي ايه؟ الصح بتاعي ايه؟ البيزل ده مثلا قطره 6 مللي مثلا، يبقى الصح بتاعي ان هي تبقى 2 مللي، الصح بتاعي ان هي تبقى تلت الشريان، سوري تبقى تلت الشريان. وانهي تلت؟ التلت اللي في النص ولا التلت اللي على جنب ولا في اي تلت؟ تبقى التلت اللي في النص، يعني السامبل فوليوم اهو خليها التلت اللي في النص، وابدا اقول له اكتبيه، ادوس عليها تاني دي اكتبيه. طيب تطلع لي ويب عامله كده ماشي. طيب عايزين نكومنت على ايه بقى في الويب دي؟ نكومنت على كذا حاجه او نظبط كذا حاجه.
اول حاجه عندنا السامبل فوليوم قلنا عليها، ثاني حاجه اسمها الانجل كوريكشن. الانجل كوريكشن تبقى ماشيه مع اتجاه الفلو، يبقى العصايه اللي في النص دي ماشيه مع اتجاه الفلو، تمام؟ يعني الفلو ماشي كده، الفلو ماشي كده من هنا لهنا كده الاتجاه ده، هي تبقى ماشيه معاك وتبقى تحت ال 60. اي حاجه تحت ال 60 انا بوافق بيها، تبقى تحت ال 60، تمام؟ طيب يبقى ده السامبل فوليوم الانجل. في تالت حاجه اسمها السبيد، زرار اسمه السبيد. فين ده؟ بص هو مكتوب عليهم زرار سبيد، سبيد 3. هغيره، بص بقى هيحصل ايه في الويب، هغيره خليته 6. طب هغيره تاني هخليه اقل، هقلله خليه 1. حصل ايه؟ الويب مشي بسرعه اقل. فانت براحتك عايز الويب تمشي بسرعه ولا معقول ولا تمشي بطيئه قوي كده. طبعا احنا ايه، خلينا دايما فيلم معقول ماشي. ورجع تاني ظبطنا الكلر بتاعنا ماشي، الكلر بتاعي متظبط او مظبط بعديه على طول، اظبط بعديه على طول ايه، اظبط عايز بس الكلر تاني، اظبط بعديه السماء الفوليوم بتاعتي واخليها في التلت اللي في النص. طيب يبقى قلنا السماء الفوليوم، قلنا السبيد، قلنا الاي. ايه تاني؟ في زرار اسمه وول فلتر. وول فلتر فين هو؟ اهو الوول فلتر هنا واحد. بص لما اعليها هيحصل ايه؟ بص لما بعليها بيحصل ايه؟ بص الفرق بين الصوره دي والصوره دي. انا زي ما قلت له انسح لي السرعات اللي تحت دي كلها، كل السرعات اللي تحت دي انسحها لي ماشي. فانا كده بظبط الزرار بتاعي اللي هو اسمه وول فلتر. طب اعمل ايه لما الاقي صوره زي كده؟ ابدا اقلل الوول فلتر بتاعي. طيب يبقى ده زرار اسمه وول فلتر. ايه تاني بنظبطه؟ زرار اسمه زرار اسمه برضه نفس الزرار اللي فات الجيم. طب بص بص بيحصل في الصوره ايه؟ وراها في الجيم اللي هو بانسي جول. بص الصوره بقى، بص الويب، بص لما عملتها تمام؟ نفس القصه برضه في السكيل، زرار السرعه اللي استخدمناه قبل كده اللي هو ده السكيل. بص هل تحب الويف كده ولا تحب الويف كده؟ ولا تحب الويف كده؟ ايه رايك في الويف دي؟ شكلها وحش صح؟ ليه؟ لانها طلعت لفوق عند 50 لما اتجابت من تحت تاني. لا اصرحها ماشي؟ طيب ايه تاني ممكن اتحكم فيه؟ زرار اسمه البيز لاين. هقول له نزل البيز لاين ده لتحت شويه ماشي، زود البيز لاين ده لتحت شويه. يبقى دي كلها الزراير اللي بتحكم فيها في ال في زرار طبعا الانفيرت اللي احنا برضه استخدمناه ساعه الايه؟ في زرار الانفيرت موجود هنا او موجود مش لاقيينه. طيب في زرار الانفيرت برضه بيتحكم فيه برضه، وبيبقى زرار الانفيرت اهو بص خليك الويب العكس تمام؟ خليك الويب العكس. طيب يبقى دي الزراير اللي بستخدمها. طيب ايه تاني بقى بعرفه بالبلس ويب؟ ان انا افرق الانترنال من الاكسترنال. انا اخر حاجه هقولها لك بعد ما اوريك الانترنال والاكسترنال، هوريك ان ممكن استخدم الديب بروب ازاي. طيب هطلع كده هطلع كده هطلع كده لغايه ما اتقسم ماشي، واقوم حاطط عليهم كلر واظبط البوكس بتاعي ماشي. وانا عايز دلوقتي اوريك الويب هنا عامله ازاي والويب هنا عامله ازاي. بص كده الويب دي ماشي، وبص الويب دي شايف الفرق؟ الويف اللي هي بتاعت الانترنال كاروتيد بتودي الدم اثناء السيستول واثناء الدايستول. الويف بتاعتها اقل من السامبل فوليوم بتاعتي شويه اللي في النص ماشي، بتودي الدم في السيستول وفي الدايستول. انما طب الويف بتاعت الاكسترنال كاروتيد تلاقيها بتودي الدم حلو قوي في السيستول ووحش قوي في الدايستول. بص اخر دايستول غير الدايستول بتاعي انت قد ايه ماشي حلو ماشي. لا احنا عايزين السرعه ايه تبقى كويسه. طيب هل الكلر برضه في الـ او الويب بتاعت السمر اللي اعرف اجيبها؟ اه طبعا. هانجل وازود الفيلوستي واقلل السكيل بتاعي واقلل السكيل بتاعي ماشي. برضه احط البلس كويت بتاعي ماشي، واحطه واعكس. الصوره مش طالعه حلوه، طب اعمل ايه؟ نبدا نظبط العوامل بتاعتنا كلها بقى، العوامل بتاعتنا كلها. طب ايه تاني؟
مش شايف ان العامل كويس، اقلل الكلر جيم شويه، اقلل السكيل بتاعي شويه، نجيب من الاول تاني كده، اقلل السكيل بتاعي شويه، اسوي الكلر جيم لغايه ما اشوف الويب بتاعته الكلر الاول بتاعه كويس، اشوف الكلر بتاعه كويس ماشي، واقوم حاطط الويب بتاعتي برضو اتفرج عليها كده ماشي، واقلل السكيل برضو للكلر برضو شكله زي الانترنال اللي هو سيستور كتير وده سيستور كتير. اخر حاجه بقى عايزك تتعود عليها انك تستخدم الديب برو، بص اللي هو ايه بتاع الابدون، استخدمه في الدوبلر، استخدم الديب برو او ما يجيله ماشي، واستخدمه في الدوبلر بتاع الكاروتيد. ازاي بقى؟ بص كده احطه على عين تي اس ماشي، وبص بقى حركة كده الجمال الصوره بقى، شايف؟ شايف انا جايب مني الاثنين دول مع بعض، اقلل الكلر بينهم شويه وازود السكيل بتاعي شويه، بص انا جايب مين؟ الكومن كاروتد والفيرتيكال جايبهم مع بعض نفس الصوره ماشي، وهطلع اطلع مع الكومن كاروتد لغايه ما يتقسم، وممكن امشي معاه لغايه فوق خالص. نفس القصه بالنسبه للفيرتيبرال، ممكن اطلع معاه لغايه فوق خالص، لغايه فوق خالص. فالديب رو، الديب رو برضه نفس القصه، هنزل مع الكومن كاروتد لغايه ما يلتحم مع السب ليبيال ويعملوا لي البريفيو فلك ماشي. فطبعا القصه دي بتبقى حلوه كويس قوي، بالذات لو انت عايز تشوف كلر الاثنين مع بعض. بص انا هحتاج معلش، بص برضو انا عايز اشوف الاثنين مع بعض، تي اس اهو عايز اشوف الاثنين مع بعض، شوفهم بياخدوا نفس الكلر ولا لا ماشي، اتاكد ان الاثنين بياخدوا احمر او ازرق مع بعض زي بعض ماشي. ادي الفيرتيبر الارتري وادي الكومن ثانك يو. كده ظبطنا فحص الدوبلر ورجعنا الرايت سيد و Thank you.